الاستهلال الحركه ديال 20 فبراير بودي ان فعلا انها تستمر في النضالات وتقوى اكثر من القوه اللي كانت ما بعد 20 فبراير. لحقاش اليوم زاد السؤال ديال ان يحكم، راه واضح اللي يحكم اللي تيحكم البلاد اليوم هي المؤسسه الملكيه وهذاك صندوق النقد الدولي والبنك المركزي والمؤسسات الماليه الكبرى منظمه التجاره العالميه الى ما هنالك، من خلال مجموعه من الاجراءات اللي تنعتبر ان المؤسسات الامبرياليه تتحكمنا اليوم غير من خلال الديون. قال احد الرفاق قبيلات ان الدين العمومي في المغرب وصل 600 مليار درهم. اذا اليوم السياسه في المغرب، حتى السياسيين في المغرب تحكمنا المؤسسات الماليه. اما الحكومه ديال بن كيران ولا حكومه كما غتكون، هي ما هي الا حكومه ديال الواجهه لتنفيذ المخططات ديال النظام الراسمالي لا غير. اليوم سواء اليوم على حسب بن كيران ولا غدا غيجي حكومه اخرى، سواء تكون اشتراكيه تكون اي كان، ما غاديش تغير في الواقع اي شيء، لان من يحكمنا واضح وباين. تغادي الطرف على هذا الشيء ديال انه راه فعلا ماشي المؤسسات الماليه والنظام الراسمالي هو اللي تيحكمنا، راه فقط انا ما عرفتش نسميها، ربما النزع نحو بحال الا قلتي لواحد الكفه ديال انه راه فعلا هو يؤيد ما جا به الدستور، وهو بخانه ديال انه فعلا ديال البرجوازيه وديال انه غيحافظ على هذا الاقتصاد اللي كاين، ويحافظ على السياسه ويحافظ على الواقع السياسي اللي تيحكمنا. اما الامور واضحه، المؤسسه الملكيه والمؤسسات الامبرياليه هي اللي تحكمنا اليوم. البيوت قلت على ان الحركه ديال 20 فبراير تقوى من اجل النضال، من اجل ماذا؟ من اجل انه فعلا تعري المشاكل وتعري هذاك العنصر اللي تيحكم في البلاد، هذاك العنصر اللي تيحكم في البلاد. ماشي باش اننا نقولوا هذا الدستور ولا هذه الحكومه ولا هكذا، انا ما متفقش نهائيا اننا نقولوا شهر ولا بعد شهر غنعطيو الحكومه راه ممكن تغير في اقتصاد الريع. لا، ما غاديش لا حتى الا حرقنا اقتصاد الريع ما غاديش تخدمنا الالف ديال المعطلين اللي كيتعصاو قدام البرلمان. ولكن الا وقفنا عند الجوهر ديال الاقتصاد ديال البلاد، نشوفوا شكون اللي تيحكم مثلا، اللي شاد المكتب الشريف ديال الفوسفات في المغرب، شكون اللي شاد البرلمان في المركزي، يعني القطاعات اللي هي اقتصاديه كبيره، شكون اللي تيحكم؟ هذه الملك. اليوم هذيك الزيارات للخليج من قام بها حكومه بن كيران ولا اي حكومه، قام بها الملك بنفسه. من اجل ماذا؟ من اجل الطلب ديال الهبات شكرا اخ ياسر. هو محدد اكثر من السياسي، وهذا خطا فادح، لان السياسي هو ثابت والاقتصادي هو متغير الى جانب الديني والثقافي والايديولوجي. والسياسي هو الذي يؤثر في الاقتصادي والديني ويوجهه، هذا في جانب الملاحظه الاولى. اما فيما يخص الملاحظه الثانيه، اظن ان عنوان الندوه هو سنه بعد الانتخابات، اذا اسطر على مفهوم الانتخابات. ربما كان بالاحرى ان يتم توضيح سنه بعد العمل الحكومي، من يحكم ومن نحاسب احسن، لان عندما نقول انتخابات فنحن نتحدث عن وجود نظام ديمقراطي يقوم باجراء انتخابات نزيهه او شفافه وفق مجموعه من المصادر. لكن في باراديغم الانتقال الديمقراطي، عندما نقول انتخابات فنحن نتحدث عن ديمقراطيه راسخه في المرحله الثالثه من الانتقال الديمقراطي، وهذا غير موجود، لان الانتقال الديمقراطي هو الانتقال من نظام سلطوي، نظام تقليداني، إلى نظام جديد قائم على وجود مؤسسات عصرية، قائم على وجود التشاركية. إذا مفهوم الانتخابات هو مفهوم في المغرب أصبح متداول إلى جانب مجموعة من المفاهيم، مثلا مفهوم الحكمة الجيدة أو مفهوم التنمية المستدامة، وهي مفاهيم النظام السياسي يأخذها فقط يجعلها كواجهة ليضفي نوع من العصرية على مؤسساته. الملاحظة الأولى. أما الملاحظة الثانية فيما يخص الدستور، أظن أن الأستاذ قد تحدث بنوع من التفصيل حول الدستور. الدستور المغربي أولا فيما يخص وضعه، نحن نعلم أن وضعه لم يتم بطريقة ديمقراطية، لأن وضع الدستور يتم من طرف سلطة تأسيسية أصلية أو سلطة تأسيسية فرعية. إذا السلطة التأسيسية الفرعية تم تعيينها من طرف سلطة تأسيسية أصلية، من هي هذه السلطة التأسيسية الأصلية؟
هل هي السلطة التأسيسية الأصلية التي يعينها الفصل 41 من الدستور أو الفصل 19 من الدستور القديم؟ إذا لا وجود لسلطة تأسيسية أصلية، بل وجود لحاكم واحد هو الذي يحكم وهو الذي يعين لجنة استشارية ليوضع تصور مثلا للجهوية أو ليضع تصور مثلا لأي سياسة عمومية يريد أن يقوم بتطبيقها. ثم نقطة واحدة فقط وأشكرك، فيما يخص بعد وضع الدستور، هذا الدستور الجديد الذي أصبح يتم العمل به هو دستور غير ديمقراطي. لماذا؟ لأنه يعاني من مجموعة من الفصول داخل الدستور هي فصول غير واضحة. يمكن أن نراجع في هذا الصدد الفصل 84 والفصل 85 من الدستور، كما أن هناك مجموعة من الأساتذة إلى الذين أشاروا إلى أن الدستور الجريدة الرسمية ليس هو دستور الذي تم تقديمه إلى الشعب المغربي وقام بالاستفتاء عليه. شكرا فيك. شكرا جزيلا. مراد في دقيقة. تحية للجميع. أولا أتفق مع الرفيقة والرفيقين حول الخلاصات التي أبلغوها، وأضيف أن من يحكم حقيقة هناك معادلة رقمها الثابت هي الملكية، ليس الملك لوحده وإنما هي معادلة فيها أطراف وأرقام أخرى، إنما ولكن موقع الملكية هو موقع ثابت في هذه العملية، مقابل معادلة أخرى هي معادلة الشعب، والرقم الثابت في معادلة الشعب هي حركة 20 فبراير. ربما نطالب، ربما نضع تحليلات، ربما نخطب كما يخطب بن كيران، ولكن إذا لم نقم بالفعل السياسي المباشر سيستمر الحال على ما هو عليه. من موقعي أحيي شباب 20 فبراير المناضل والفاعل الميداني المحرك اليوم للصراع السياسي والاجتماعي في المغرب، وأناشد الشابات والشباب اللي راهم كيتواجدوا اليوم هنا جاو يساهموا في النقاش يجيو يساهموا معنا في الفعل المباشر الميداني اللي كنقوموا به هو السلام. شكرا مراد. الأخ ربما بيضيف عنده سؤال. شكرا للأساتذة، شكرا للأصدقاء والصديقات في 20 فبراير على هذه المائدة اللي استفدت منها بزاف. السؤال ديالي من خلال التدخلات من خلال مجموعة ديال الآراء، يعني شنو هو دوري أنا من جهة كمواطن، من جهة ربما نكون فاعل، ربما نكون وباغي تغيير، باغي زعما هذا الشيء اللي هو خايب ما مزيانش يتحول الى شيء ايجابي. دونك هذا السؤال بالنسبه لي انا ضروري ومهم، يعني باش انا نمشي وزعما فهمت شي حاجه انا خاصه بيا ك ومن خلال التدخلات كاين واحد الخلط بان لي وهو داخل في السؤال. من يحكم؟ من يحكم؟ اعتقد بان بزاف الناس هضروا على كي ديسيد، كي برون لا ديسيزيون، من يقرر يحكم؟ الأستاذ تحدث عن معادلة، تحدث عن موازنات، توازنات سياسية، لأن موجودين فيها المؤسسة الملكية وفيها هذا العجب كامل اللي كاين في المغرب سواء كان اقتصادي ولا خارج المغرب. إذن باش ما نخلطوش من يحكم مع من كي ديسيد، من يقرر، من نحاسب. أعتقد بأن نحاسب فيها نحن، وبالتالي فيها تتشير لك الدور ديالك أنك تحاسب. واش علاش ما شاركتيش في من يحكم؟ كيفاش بغيتي تشارك في من يحاسب وأنت غبتي في من يحكم؟ بالتالي في التساؤل ديالي راه واحد الفكره انني مشارك في الحكم، بغيت ولا كرهت، سواء بحضوري الفعلي الناس اللي اختاروا يدخلوا البرلمان او اختاروا يدخلوا المؤسسات او اختاروا، او سواء من حياتي قلت لهم دير انا ما باغيش هادشي كامل وباغي تغيروا هادشي ولا غنغيروا شي طاق. فبالتالي السؤال هنا دوري كمواطن مواطنه، وانا لا احبط فكره الشعب ولا افهم شنو معنى الجماهير، شنو ما كنفهموش انا سمحوا لي بتقديري البسيط. وبالتالي دور المواطنة كالفهم ومساهمتي في التغيير، سواء في دخولي في معادلات معينة، دخولي أحزاب ولا جمعيات ولا حركة 20 فبراير ولا. وشكرا. شكرا.